خلال نخبة النخب هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع مشاهدينا الكرام البداية، رمز مع المركز الأول سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الكتبي يقدم لنا رمز مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني مصيحة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي يأتينا مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام. متابع جميلة زايد بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك شملولة حسين بن علي بن محمد القرشي يأتينا مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك بديعة حسين بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز هناك الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان ينطلق مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هناك نجدة سلطان بن سيب بن مبارك الكتبي ينطلق سابعا والمركز الثامن. ثامن المراكز مشاهدينا الكرام هناك فراعة تنطلق فراعة جابر بن محمد بن جابر المري ينطلق مع فراعة على المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز وتابع التقدم وتابع ايضا المركز التاسع. هناك النويعس جاسم بن عبد الله بن حمد العطيه ينطلق على المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز مشاهدينا الكرام وتابع التحدي وتابع قدوم ايضا اقدار. من تتقدم اقدار هناك محمد بن حمد بن سليمان الجبرين يقدم لنا اقدار على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة لهذا الشوط. ولكن هناك أسامي، هناك أسامي ترقبوها في الكيلو الأخير جولة الأوامر الأخيرة. هناك أسامي ولكن نعود مع البداية، نعود مع رمز على مقدمة هذا الشوط. سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الكتبي يقدم لنا رمز مع المركز الأول. المركز الثاني هناك مشاهدينا الكرام جميلة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين شعار صايد الرموز، شعار صايد الرموز الله من صاد رمز يوم الأمس. هناك مع وذنان، مع وذنان ينطلق هذا الشعار هنا لكي يقدم لنا جميلة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين ثانيا والمركز الثالث. ثالث المراكز النويعس جاسم بن عبد الله بن حمد العطية مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مصيحة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي ينطلق مشاهدينا الكرام رابعا والمركز الخامس. خامس المراكز وتابع هناك بديعة حسين بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي ينطلق مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز الله يقدر، الله يقدر مع شعار بن جبرين محمد بن حمد بن سليمان الجبرين تغير مشاهدينا الكرام الى المركز الخامس وتنطلق الى الفوز والى الناموس. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا التحدي المميز. وتابع مشاهدينا الكرام هناك بديعة، هناك بديعة تنطلق مشاهدينا الكرام لا هناك مشاهدينا الكرام متابع التحدي وتابع هناك بديعة حسين بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي وتابع قدوم الأسماء وقدوم التحديات. هناك شملولة تنطلق شملولة حسين بن علي بن محمد القرشي ينطلق مع شملولة راعي شملول وراعي شملولة ينطلق ويقدم لنا أيضا الاسم المميز والمفضل لدى حسين بن علي بن محمد. هناك القرشي شملولة وتابع ايضا قدوم نجده سلطان بن سيب بن مبارك الكتبي. مشاهدينا الكرام من ينطلق مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. هكذا النتيجه للعشره المراكز المتقدمه بندان الثاني لهذا الشوط المثير. جائزه هذا الشوط سياره للفائز بالمركز الاول وصداره هذا الشوط. نعود
نعود مع البداية ونتابع قدار، نتابع قدار مع المقدمة اللي هناك قدار محمد بن حمد بن سليمان الجبرين بمتابعة محمد بن بخيت الزعيري. من يتابع، من يتابع أداء قدار مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط؟ المركز الثاني رمز سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي يقدم لنا رمز مع المركز الثاني والمركز المركز الثالث هناك النويع جاسم بن عبد الله بن حمد العطية ثالثا والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام جميلة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز هناك مصيحة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي مع المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز المركز السادس هناك فراعة تنطلق فراعة يابر بن محمد بن يابر العاض المري ينطلق العاض على المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز وتابع بديعة حسين بن حمد بن راشد الجفال النعيمي ينطلق مشاهدينا الكرام الجفالي النعيمي وشملولة قاد حسين بن علي بن محمد القرشي ينطلق مع شملولة مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز تقدم الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان يتقدم مشاهدينا الكرام والمركز الثامن، ثامن المراكز وتابع المركز الثامن وتابع التحدي وتابع ايضا نجدة سلطان بن سيب بن مبارك الكتبي من يقدم لنا نجدة. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، الله يقع هذا الشوط، ولكن اقدار 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 مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. هناك اقدار مع البداية محمد بن حمد بن سليمان الجبرين من يقدم لنا اقدار مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط. رمز مع المركز الثاني هناك تنطلق بشعار سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الكتبي وجميلة جميلة بشعار صايد الرموز هناك جميلة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هناك النويعز يا جاسم بن عبد الله بن حمد العطية مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام صيحة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي مع المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز مصيحة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي يقدم لنا مصيحة ولكن هناك فراعة يابر بن محمد بن يابر العاض المري من يتابع على المركز السادس والمركز السابع، هناك الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان ولكن هناك من الجانب الآخر شملولة تنطلق شملولة حسين بن علي بن محمد القرشي ينطلق مع شملولة ولكن نعود مع المنعطف الأخير مع المنعطف الأخير إلى السيارة يا أخوان إلى الفوز وإلى الناموس ولكن أقدار مع البداية أقدار مع المركز الأول أقدار 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 مع المركز الأول. لا والله إن تقدر تقدر بالفوز بس ركز ركز هناك محمد بن حمد بن سليمان الجبرين مع المقدمة مع صدارة هذا الشوط يقدم لنا اقدار مع المركز الاول، المركز الثاني رمز سيب بن مطر بن محمد بضبيعه الكتبي وجميله جميله 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 يا محاسن الصدف يا محاسن الصدف مع جميله هناك على المركز الثالث جميله زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين اهالي العوينه يتابعونك يتابعونك يا صايد الرموز يتابعونك على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز المركز الرابع هناك النواعز يا جاسم بن عبد الله بن حمد العطية ينطلق رابعا والمركز الخامس، خامس المراكز الله يا شملولة وصلت شملولة شنت الغارة تبي المركز الأول شملولة حسين بن علي بن محمد القرشي من يقدم لنا شملولة ولكن حذار يا أخوان حذار يا أخوان بأول ندى مياسة سالم بن محمد بن سالم العفاري وصل العفاري وصل وصل العفاري ولكن أشوف المنعطف الأخير المنعطف الأخير المنعطف الأخير إلى الفوز وإلى السيارة إلى الفوز وإلى الزعفران أقدار 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 مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط محمد بن حمد بن سليمان الجبرين مع المركز الأول ولكن رمز غيرت رمز البداية غيرت صدارة هذا الشوط سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الكتبي غير المقدمة وجميلة جميلة يا اخواني يبيلها مراقبة يبيلها مراقبة هناك بشعار صايد
صايد الرمود بشعار صايد الرمود. هناك من ينطلق مع جميلة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، ولكن هناك مياسة سالم بن محمد بن سالم العفاري قادم، ولكن الله ينويعز الله ينويعز بشعار العطية جاسم بن عبد الله بن حمد العطية العطية. ولكن نعود مع البداية، نعود مع رمز، نعود مع التحدي، نعود مع الفوز، مع الانتصار. جميلة جميلة الله يا جميلة الله يا جميلة. ركز يا صايد الرموز، ولكن اتابع اتابع التحدي والكوكب الرباعية، الكوكب الرباعية بحثا عن الفوز، بحثا عن السيارة، بحثا عن الزعفران. الله الله يا جميلة الله يا جميلة. اشكرك يا صايد الرموز، اشكرك يا صايد الرموز مع جميلة مع المركز الاول زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. من يقدم لنا جميلة مع المركز الاول؟ سلام يا العوينة، سلام يا العوينة، سلام سلام شحاني لصايد الرموز، لصايد الرموز على اصطياد السويت، على اصطياد السيارة والزعفران والفوز والناموس لجميلة. جميلة كبر الزعفران، كبر الطاسة يا سمير، كبر الطاسة. هناك جميلة زايد من منصور بن غانم السيف الخيارين. من يفوز بهذا الشوط؟ تهانينا وسلام يا العوينة سلام. المركز الثاني رمز سيب بن مطر بن محمد بضبيعة، والمركز الثالث هناك مياسة سالم بن محمد بن سالم العفاري، والمركز الرابع شملولة، رابعا حسين بن علي بن محمد القرشي، والمركز الخامس المركز الخامس مشاهدينا الكرام المركز الخامس هناك النويعز جاسم بن عبد الله بن حمد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام كانت تحديات شوطنا الرابع عشر، وكانت جميلة حاضرة بكل قوة بشعار صايد الرموز في هذا التحدي المميز، وفي تحديات سن الكبار وطيلة المسافة الثمانية كيلومترات كانت جميلة حاضرة لزايد بن منصور بن غانم السيف الخياني بشعار صايد الرموز، حيث قطعت مسافة الثمانية كيلومترات بتوقيت زمني وقدر 13 دقيقة 13 دقيقة 7 دقائق 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا صايد الرموز على فوز جميلة بالمركز الأول. المركز الثاني رمز سيب بن محمد بالضبيعة الكتبي 13 دقيقة 9 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس سيب بن مطر بن محمد بالضبيعة الكتبي. والمركز الثالث المركز الثالث كانت في مياسة سالم بن محمد بن سالم العفاري، التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.